في حادثة اغترابية جديدة، توفي ابن بلدة عنقون الجنوبية المقيم في مدينة أوتوا الكندية حسين فراس حمام البالغ من العمر 17 عاما إثر حريق اندلع في منزل كان موجودا فيه وفق موقع يسور. هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي تفجع الاغتراب في كندا، فللشباب اللبناني حصة كبيرة من أحداث القتل التي تقع في بلاد الاغتراب. ففي وقت سابق من هذا العام أطلق شاب يبلغ من العمر 16 عاما بحسب الجديد النار على والدته وقتل ضابطي شرطة قبل أن ينتحر في ولاية إدمونتون بكندا. ولفتت الشرطة إلى أن الشاب أطلق النار على والدته وأصابها في ساعة مبكرة من صباح في شقة بالمدينة في مقاطعة ألبرتا، وقتل ضابط دورية بالرصاص لدى وصولهما إلى مكان الحادث بعد ساعات في وقت لم يكن هناك ما يشير إلى أن الضباط تمكنوا من إطلاق النار. وفي حادثة أخرى قتل وفق صحيفة الجمهورية المغترب اللبناني في كندا حمزة خضر سرحان البالغ من العمر 20 عاما وهو من بلدة برج ألواي الجنوبية، وذلك على أيدي عصابة من اللصوص خلال قيامهم بعملية سطو مسلح. وفي حادثة هزت المجتمع اللبناني المغترب والمقيم وجد الشاب اللبناني كارز أراك كارجوكيان جثة هامدة داخل كراج منزله في كندا في ولاية تورونتو. حينها كشفت العائلة أن ابنها قتل أمام أعين ابنته الصغيرة على يد شاب يهودي أسود البشرة بهدف السرقة، حيث قام القاتل بنزع سلسلة ذهبية من عنق الضحية. وعلمت العائلة بتفاصيل الجريمة من جيران الضحية الذين سارعوا للاتصال بالشرطة التي أمسكت بالقاتل وبدأت تحقيقتها، لا سيما بعد معلومات عن أن المجرم كان برفقة أشخاص آخرين كانت تعمل على ملاحقتهم.